بسم الله الرحمن الرحيم. نريد نشرح هذا هو يريد بالأرينة. هذا السؤال الثالث يريد بالأرينة. شو يقول ريمبر، يعني اتذكر المثال او شو اسمه مال الكول سنتر اللي شرحناه بالمحاضرة، ما اعرف ايش. ناو يقول مو كان راح ناخذ بنك، والبنك بيه 15 واحد لكن بيه 26 سيرفر يخدمون يجاوبون على التليفونات. هنا 15 اللي هو المسؤولين عن الكريدت ابلكيشن. الكريدت يعني هي ما اعرف التامينات او كل شيء مال الاشخاص والبيوت والبزنس الى اخره. طيب عندما الكوستمر يجي يوصل لهنا راح يبدون ينشغلون ويا هذول الريسبونسبل الى ان اذا ماكو اف اول ريبسنت ار بيزي راح يجي ان اذر داي، راح يجي بغير يوم. يعني شنو يعني غادر ويجي بغير يوم. الوصول مالته يقول جيبوه مين من الارايفل مالت مين مالت السؤال الثاني. الارايفل مال السؤال الثاني، ارايفل السؤال الثاني هو سوينا عملية اكسل وسوينا له فيتنج. بيش سوينا له فيتنج بالارينا. طيب اذا نروح على الارينا نشوف شلون هاي نمثلها. خلينا نشوف شلون نمثل هاي. احنا سوينا هنا الكريدت مين جبناها من هاي من هذي. وين هالكريدت هاي جبناها هيك هنا وسوينا كليك هيجي وفتحت هنا وبدينا نعدل. شنو الاشياء اللي عدلناها؟ نقول كلوز، وهاي ما نحتاجها نسوي لها كات ونفتح هاي. خلينا نفتح هاي. طيب ايش قلنا كريدت انكمينج كريدت ارايفل. هنا الانكمينج كريدت اللي هم جايين يطلبون التامينات، وهنا اكسبريشن سوينا هنا، وهنا جبناها كوبي بيست من السؤال الثاني وخليناها هنا وقلنا هذه بالمنت. وهنا هنا كريدت ارايفل، وهنا ماكسيمم كريدت وزيرو زيرو هاي لتوقيف البرامج هذه. بعدين اعتقد يخلي هذه واحد، وبعدين يخلي هذه في كمية كبيرة في مكانها. اذا هذه الخطوة الاولى اللي سويناها، هذه جبناها من السؤال الثاني مثل ما قال النهاية. او اذا انطانا مين 10 من 20 او اي توزيع احنا، بس هو قال لي هذا التوزيع احنا سويناه بواسطة في هذا. طيب ولا اوكي. اذا ايش خلص عندنا هذا اول واحد. طيب نكمل. if all represented are busy يعني اذا كلهم مشغولين وين يروح؟ راح يروح ان اذر يعني شنو؟ يعني غادر. شلون نمثلها هاي بالاريده يعني انه كلهم مشغولين وهاي؟ اذا راح نجيب اف من نجيبها؟ نجيبها من الديزيشن منا يعني هاي، ونجيبها هنا وهنا بالضبط هيك شيء، ونفتحها بهالشكل ونبدي نكتب بها اي شيء نريده. طيب هنا اعتقد احنا نسويها بهالشكل. بس هي تو شانس اعتقد كونديشن يسوي هاي الشي. خلينا نشوف هذه هي تو واي باي كونديشن، وهنا راح يطلع لنا اف اكسبريشن تو واي باي كونديشن. يعني هنا بالضبط هاي الشي تو واي باي chance لا y condition يعني هاي هذه طلعت f ما اعرف ايش. وبعد شو يسوي to condition هنا انا ياخذ ال x precision يعني بهالشكل x precision وينها هاي رجعت condition. هنا انا ياخذ هذه الاكسبريشن يسوي بهالشكل ويروح على هي هاي السورس. السورس وين يلقاها؟ بالريسورس اعتقد هذا
هنا يسج هنا البيزي كارنت بيزي يعني مشغولين كارنت بيزي شي يريدوا هنا يريد المسؤولين عن هذا الريسبونسبل كريدت جاب الريسبونسبل كريدت شنو هي الريسبونسبل كريدت اقل من اتش شي سواها ايش كتبوا ايش كتبوا بنفس ال سواها اوكي صارت هنا اوكي ما قال اوكي اذا هذه صارت نفس هاي بالضبط نفس هاي بس الاسم هنا حطينا فقط الاسم اختلف اذا حققنا هذه طيب نكمل يقول هنا if all اذا كل هذول مشغولين فهو يجي غير يوم يعني شنو يعني غادر وهاي الارايفل شفناها من يجون اريد نسوي هاي ايضا هنا 20 منت اكسبوننشال 20 منت وهنا هم ثلاث نوعيات وحده هذه اللي هي الكريدت 30 بيرسونال يعني نسبتهم خلينا نسوي بس دول نشوف نروح على الارينا ونشوف هاي الارينا هذا قلنا هنا نشيك اذا اللي مشغولين اقل من اللي اذا يوصلون فايش نسوي نقول له اوكي مررهم بهالاتجاه والا مررهم بهالاتجاه خلي يغادرون يجون غير يوم هذا another day اذا هنا نسجلهم كل ما هنالك يعني هو احنا ايش راح نسوي راح نضيف هيك بهالشكل هذه ونكتب هنا فشيء ونقول اوكي مثلا خلينا نضيف هذا هسه نضيف هذا كاونتر بس احنا ما نحتاجه راح نقول له شنو راح نقول له ديليت بهالشكل هذا اللي نسوي له ايديت يعني نشوفه اللي احنا كتبنا ريجكت كريدت يعني شنو ريجكت كريدت يعني هم هذول اللي رفضوا منا انا او ما مشغول يعني وراحوا البيت راح قال تعالوا غير يوم طيب اللي سمح لهم هنا اللي هو هذا نسوي لهم ايديت بهالشكل اللي هو نو ارايفل نمبر العفو هاي نمبر اوف ذا ارايفل كريدت خلينا نكتبها نمبر احسن نمبر ارايفل كريدت يلا نمبر اوف ذا ارايفل كريدت قلناها اوكي طيب نمبر اذا ايش راح يصير عندي هنا راح يصير عندي بروسيس هاي البروسيس اما تكتب هنا بروسيس بمكان هذه وهذه وهذه او تكتبها هاي 1 2 3 هسه هاي السيز راح يحجز السيز فقط هو شنو ريسبونسبل كريدت ايش راح يسوي راح يحجز خط اذا او يحجز هذا كريدت ريسبونسبل كريدت حجز له واحد من اللي دا يشتغلون حتى يشتغلون طيب هنا يسموها الاساين ايش يسوي الاساين هو variables شنو اسم الفاريبلز هو total WIP يعني كلهم دا يطلعون وهنا total WIP زائدا الكريدت شنو الكريدت arrival منو يعني هو شنو دا يسوي لهم يحسبهم الكريدت arrival هذا في هذا الكريدت arrival اوكي طيب الديلي فقط عملية تأخير ايش قد التأخير هنا سوي هنا طبعا بثلاث اشياء احنا ناخذ الديلي لانه هو بس يتأخر انا يعني تشيك بالحاسب وما اعرف شيء وبقت اكسبوننشال هالقد وهالقد دقيقة ماشي قلنا له اوكي هذا لاغراض ايش هذا لاغراض الانيميشن هاي يعني الحركة مالتهم بس نوليها بهالشكل او نسميها حتى نرجع لها لما نسوي انيميشن وهاي ايضا نفس الشيء طيب اذا راح يجي هنا للاف اف الاف يتوزع الى ثلاث اشياء اللي هو قلنا ان يعني عدد اكبر واي باي تشانس ايش قلنا 30 وقلنا 15 وبعد اكو وحده هنا نشوف نرجع على الوورد ايش قلنا اكو وحده بعد الخرش هاد 30 و 15 و 55 30 و 15 55 ال 30 هو الكريدت هاوس وال 15 بيرسونال وال 55 هو بزنس طيب ما عندنا مشكلة بالموضوع
إذا نروح أيضا على الأرينا. وين هالأرينا؟ هاي الأرينا. إذا قلنا 30 و15، والأخرى هو يسويها، ما نسويها إحنا. الأخرى راح تجي منها، هاي الأخرى. إذا هو راح ينطيني هاي 30 وهاي 15. لو نكبر شوية الزوم، إحنا نروح عليهم ونشوف الزوم نكبره حتى يكون واضح هيك الشيء، وناخذ هذا بهالاتجاه. يعني هذا هسه صارت اعتقد واضحه، هاي 30 وهي 15 وهي اغص، والا تاخذهم. طيب احنا ايش راح نسوي؟ راح نسوي تخصيص. تخصيص اساين. اساين اساين المن؟ اساين المن راح نقول له الاساين. يعني احنا اذا نريد نضيف، هسه احنا ما نريد نضيف هذا الاساين هنا. 1 2 3، شنو هم هذول الثلاثه؟ هذا شوفوا، اول واحد ريفينيو هاوس، ماشي، يعني اسمه ريفينيو هاوس، يعني ريفينيو هاوس. والاخر هو التايب مالته، التايب هو كريدت، كريدت هو انتيتي هاوس كريدت. والثالث، الطوبات اللي تتحرك تلونهن على اكثر ولا اقل. اذا هذا لازم بطوبات تتحرك، نعم لازم بطوبات. هذا هو احنا نحدد نوعية الانتيتي اللي هو هاوس كريدت، يعني التأمين مال شو يسمونه، او القرض مال شو يسمونه مال الهاوس. واحنا ريفوليوشن هاوس، ريفوليوشن هاوس هو الجديد علينا. شنو الريفوليوشن هاوس؟ ريفوليوشن هاوس هذا من يطلع منه، ويغادر، قبل ما يغادر يرجعوا لي هنا. ليش يرجعوا لي هنا؟ يرجعوه حتى يعني يشكون بالمعاملة، يشيكونها من جديد، يسوي لها إعادة. طيب هذا هنا نسجل فقط اللي يجون نسجله، ماشي ما عندنا مشكلة. هذا شنو؟ هذا هو البروسيس. البروسيس هو منطنيها بالسؤال ايش قايل؟ قايل اكو سبيشال كريدت اوفيسر، عددهم 4 وده يشتغلون سايكليك. او هنا هم مو ست، المفروض نلغيها هاي الست ونسويها نسويها ريسورس، وبعد هنا شكو هنا هو منو يشتغل؟ يشتغل سبيشال، اي هذا يشتغل، هم 4 وقول اوكي. وهذا ريسايز، وهذه هاي منطنيها، هذا يونيفورم، وهذا داي، واربعة وعشرة. وينهم هذول؟ مين جبناهم؟ يعني خلنا نسأل مين جبناهم. جبناهم منه، شو يقول؟ يقول لك مينيمم هو يونيفورم 4 و10. زين هذا منو؟ ده يحكي على الهاوس. طيب وبعد هنا شو يقول؟ يقول ونمشي، يقول أربعة، هم 4. زين ستش سبيشال اوفيسر، هم الضباط اللي شايكون. 30% شبيها، 30% ار ريجكت، و 20% اوف ذيس ابلكيشن ار جو تو ذا فارذر اناليسيس ديفرنت ديبارتشر، تروح الى شيء اخر. طيب بتك راح تاخذ 2 و4 داي و5، يعني هذه بالضبط، هذه تراينجل، يعني هذه تراينجل، وهذه 20% هم انا من عندها، وهاي 30%، يعني هذن كلهن نريد نشوفهن وينهن. وهذه 10 و4 ايضا، 10 و4. وبعد شنو؟ يقول لك افتر اناليسيس ذيس كذا ري ايفالويشن، ترجع للاوفيسر يسوي لها ريفر. يعني شنو؟ خل ندقق بهاي زين. اذا هسه الهاوس ايش بيهم يوصلون؟ ايش بيهم وين يوصلون؟ يوصلون ب 4 4 و10 4 و10. وين هم ال 4 و10؟ خلينا نشوف وين هم ال 4 و10. هاي ال 4 وهاي ال 10 وبروسيس، نعم بروسيس. هذا دا يشتغل، نعم هذا دا يشتغل. ريليز يبقى، من هو اللي دا يشتغل؟ نسوي له ايديت، اللي هم منهم سبيشال كريدت اوفيسر، شغال عندهم 4. قلنا اوكي. طيب
راح يجي هنا هو قال 20% وما اعرف ايش، اذا 70% راح يمرون وال 30% ما راح يمرون، راح يجون لهنا. طيب ال 30% ايش راح يسوي بيهم؟ 30% ال 30% راح يسوي بيهم شنو؟ ريجكت. ريجكت راح يحسبهم الريجكت، هاي كاونت فقط يحسبهم الريجكت، ها اللي طالعين من الهاوس يحسبهم. طيب هنا قال ايضا اكو نسبه 180 يروحون مباشر، 80% يروحون مباشر و 20% يجون هنا، اذا نحسبهم 80% ايش كذا سوينا لهم حساب ريكورد حسبهم. طيب بعد ذلك هنا ايش سوى؟ هنا عمليه 20% يعيدهم وتقول خارج الدائره، هذه عمليه تاخير يعني تشيك، وهاي وفق شنو 2 و4 و5 خلينا نشوف صحيح 2 و4 و5 موجود شيء، وينهم هذه 2 و4 و5 وينهم 2 و4 و5 فعلا صحيح. اذا نكمل 2 و4 و5 وبالمنت وري ايفالويشن، هاي الري ايفالويشن ايضا يعني هي صحيحة بس لازم هنا فارزة وبعدين ما يقبل هي يعترض. طب انقل اوكي، هذا طبعا راح للريليز هي هذا بقى رجع هنا منا الى هنا، ننتبه على هذا. هذا سوينا له ريكورد طبعا بالمناسبة، ايضا سجلنا شقد اللي هم راح يسووا لهم اعادة بالمعاملة هنا، وطبعا تروح هاي خارج دائرة. هذا خلصنا الهاوس كريدت، انه ناخذ هذا ال 15 30، هذا 15 سوينا لهم اساين، نفس الشيء بي بول طابه يعني لونها، وبي هو نفسه يعني ايش يشتغل اوديت، ما عندنا مشكل بي، هو هذا اتريبيوت خلاص اوكي، بس اسمه غيرنا نوعيته. هنا دا يسجل التايب مالته كم واحد يجون هنا، بيرسونال كريدت بروسيس، هنا البروسيس هنا عملية بس تدخل للحاسبة بثلاثة وعشرة، أنا أشوف شلون صارت هاي ثلاثة وعشرة تدخل للحاسبة وتتأخر وينها، يعني راح نعبر هنا ودا يحكي على البيرسونال، دا يحكي على البيرسونال، وهنا هاي الثلاثة وهاي العشرة، ثلاثة وهاي العشرة ماشي، بس شنو نورمال هنا ديستريبيوشن مونتيني 3 مين والعشرة هي الفارينس. طيب هنا شنو اباوت 12% ريجكت، 12% من عندهم شنو ايضا ريجكت، ايضا لازم شنو لازم نسوي اف. اذا نجي نكمل هنا شوف اذا 3 و10 فعلا شيكناها وفعلا هي نورمال وبدي. طيب اذا هنا ايش باقي عندنا؟ باقي عندنا تشيك نسوي هنا تشيك، شو تشيك؟ 88% و 12% ريجكت، هذا هو الريجكت حسبناهم، وهذا هو ال 80% اللي يطلعون اللي هو الريجكت بيرسونال كريدت كوفيت، مع الصور هذا هو الريجكت، هذا الريجكت. اذا هنا اكو فد شيء خطا، ريكورد بيرسونال كريدت هنا الريجكت ماكو، نشيلها لازم نسوي له ايديت ونشيل الريجكت هاي حتى لا طيب هاي الريجكت صلحناها اوكي، هذا هنا اوكي نكمل. الحاله الاخيره اللي هي 51 سوينا لها اساين، الاساين بي ايضا طوبة وبي شنو وبي تايب ما بشي يعني حال هذه، وسجلناهم هنا راح سجلهم البزنس تايب سجلهم، وهنا ديلي عملية تأخير اللي هو جتي من هذه هي الخدمة اللي جتي السيرفس اللي جتي من 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 هاي من سوينا شو اسمه لو روح هنا ما يقبل، نروح هنا تولز من سوينا هاي الانبوت انلايزر وطلعناها هي والارايفل خليناها هنا، راح يجي يقول لنا هنا نروح نشوفها احسن، نروح نشوفها احسن بالوورد
بالسؤال شوفه، يقول هنا، يقول أخذها من الكويشن، شوف أخذها من الكويشن نهاية. وهنا كم واحد هم؟ خمسة البزنس، يعني هم اللي يشتغلون خمسة، والمعلومات أخذها من السؤال الثاني أخذناها، و35% و14 يسوي لها ري ايفاليوشن. زين هذه 14 يسوي لها ري ايفاليوشن، ري ايفاليوشن هاي 14%، يعني ترجع للي فوق على الهاوز يشيك، او الهاوز او الامن، وهذه 35% راح تمشي. طيب يعني بدا السؤال يخلص يعني، او وصلنا على النهايات. خلينا نقول هذه جبناها من السيرفس مثل ما قال هو، هاي شيكناها اللي هو شو يقول 51% و14 والباقي هو ياخذها. هذه ريجكت فعلا، يعني بزنس ريجكت. وهذه ريكورد ريفالويشن، هذه راح تنعاد. بس يقول بالريفالويشن بري، طبعا هذه شوية جاية هنا ما يخالف، خلينا نجيبها بعد شوية. اها ناخذها بعد شي إيه. هسه صارت اوضح. ناخذ هذه، هي ايضا هذه ترجع لي، وين ترجع لهذا اللي إيه هذا يشيكها، هذا يشيكها ابو الامن مال الهاوس. وهنا اساين تخصيص، بس قلنا هي هاي هلقت قيمتها، بس شوف هنا خلينا خمسة. ليش؟ لان عددهم خمسة، اللي يستعملون عددهم خمسة. قلنا اوكي، وهنا ايضا قلنا اوكي، وهنا انا ريكورد بزنس، البزنس راح اسجلهم، شو بدي اسجلهم خلاص. زين بعد شنو هنا؟ هسه احنا نريدهم يغادرون. من يغادرون نريد نحسبهم، ايش نحسبهم هنا؟ نحسب كومبليت لون او كومبليت، خلينا نقول كريدت احسن. هاي كلمه كريدت، كومبليت كريدت، اوكي كومبليت كريدت، كومبليت كريدت، اوكي راح يحسبهم. وهنا هاي ديسبوز مغادره، بس اسمهم يبقى. هذه شنو بيها؟ هذه اللي نشوف بيها احنا ايش نقول له؟ نقول له توتال دبليو اي بي، توتال دبليو اي بي ناقص واحد. ليش ناقص واحد؟ هو هاي شويه المفروض هيك تصير احسن يعني. طيب هذه ليش ناقص واحد؟ هناك كان يزيدها واحد، هنا كان يزيدها واحد. وين يزيدها واحد؟ اعتقد هنا، لا خلنا نشوف وين يزيدها واحد. خلنا نشوف ويمكن هنا، نعم هنا إدت، هنا ده يزيدها واحد. هذا الكريدت هو واحد، هذا هو الكريدت هو واحد، هو ده يزيدها واحد، وهناك نقصها واحد حتى يتخلص من الزبائن، يخلصون من قطع الوقت. طيب وين يزيدها واحد؟ شلون راح نجي هنا نشوف؟ هذه فد عملية لغلق الشزمة. شوف هنا، نفس هذا الارايفل الانتيتي هي واحد، اللي هي هناك قلناها سموها كريدت ارايفل، والماكسيموم هي واحد. وهنا هنا مثلا خلينا نقول 5000 واحد، لا فيرست كريشر، يلا 500 مثلا. وهذه اكسبوننشال والهار، ونكمل. هذه عملية السيطرة على الانبوت حتى، وهذه هنا شوف ادت، هنا ادت ايش صار؟ صار هنا صفر. صفر شنو معناته؟ معناته الكريدت ارايفل صار صفر، معناته يتوقف. اذا كان واحد، شوف الماكسيموم كريدت اللي هو بالبداية يساوي واحد. وين الماكسيموم كريدت؟ خلينا نروح له الماكسيموم كريدت اللي هو هذا اول واحد هنا، اول واحد هنا. وين الماكسيموم كريدت اللي هو هذا واحد؟ طيب اذا بدأت تتكامل الامور عندنا، بقى فقط نسوي رن هنا. وقبل ما نسوي رن شو نقول له؟ نقول له انيشال هنا، ها منطين هنا تي ناو اكبر او يساوي 120، اند توتال دبليو اي يساوي صفر. هاي عملية التوقف مالته، وهنا اليوم ب 8 ساعات وكافي. نقول له اوكي،
اوكي سيت اب. اذا خلنا نخزن نسوي سيف سيف ونشوف، اكيد احتمال تطلع لنا اخطاء بالتنفيذ، والله اعلم. هسه بدأت تنفذ، بدأ ينفذ. احنا نشوف هاي الطوبات لازم تصير هنا، هاي يعني ما دام نفذ هو الامور زينة. هو سريع جدا هذا، ما يعني ما تلحق تشوف، يعني نقلله شوي بس راح يطول لنا بالوقت، طولنا بالوقت. شوف هنا وصل اثنين، هنا وصل، هو ده يشتغل يعني. هو طالب من عندنا شغلوا لي مدة 5 أيام، بعد هذه عادة تشتغل يعني، تشتغل سريع. هذه وصلت 15 يعني، قبط الهاية مالتها يعني، فشي حلو. راح يستمر هسه لحد الآن، بعد بأول يوم، لان احنا قايلين اعتقد 5 ايام. نعم هو طالب من عندنا 5 ايام، خلي ينفذ ونروح هنا نشوف شنو المطالب الاخرى. لا ينفذ هو شنو المطالب الاخرى، يقول لي بتوين 9 و5 الوقت اللي دي يشتغل بيه، بين 9 و5. 9 و5 يعني نحسبهم 10 11 12 13 12 1 اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة خمسة خمسة 8 ساعات، 3 5 8 ساعات يعني. احنا كتبنا 8 ساعات، كتبنا 120. نعم كتبنا 120 اقطع، خمس مرات عيدهم، 5 مرات عدناهم. يقول لك سوي ملاحظات دزناها، يريد وورد ملاحظات، هو يريد هذا سويناه، هو هذا كنا نحكي عليه، وريد الريبورت بعد، وعلق على الريبورت شوي ويخلص الموضوع. طيب احنا نريد نشوف هل كمل هو، لو بعد هذا يشتغل، ما بعد هذا يشتغل، خلينا نسرع شوي حتى هسه لحد الان بيوم واحد ما نكمل يعني، كلش راح يطول. هسه بطيء، راح نودي سريع شوي اقصى سرعة، وما دي يكمل يعني 5000 يعني، كل مرة يسوي 5000 ويرجع 5000 ويرجع. يعني راح نوقف التسجيل حتى لا يطول ونرجع مرة ثانية. طيب هسه كمل، هو قال لي، قال لك كملت، كمل 5 من 5 سوى رننج عند الرن. نقول له يس، نريد النتائج، راح شوي يفر وكذا واشوف ان النتائج وين. جاب النتائج، ننتظر شوي تيجي النتائج. نعم بدأت تظهر النتائج، please wait. طلعت لنا النتائج 61234. طيب أول شيء نشوفه اللي هو هذا، هذا رسم لنا فد شيء حلو، attempt credit، كم واحد يجي بالبداية. هاي شوف، هاي كل الريكورد كله مسجل هنا. هو يعني شوف، هذا اول واحد طلع، بده يطلع اول واحد يقول تعال باكر يعني هنا، وهذه الكريدت كلها سجلناها الكاونتر. طيب بعد الريسورس هو دائما ينطي يوتلايزيشن، هم يريدها دائما اليوتلايزيشن. هو يوتلايزيشن نشوف هذا مال الريسبونس، الشخص اللي موجود بالريسبونس ده يشتغل 9 9 9 9 من الوقت، أما هذا يشتغل 75% من الوقت، هذا صفر، ما عنده في المشكلة يعني، يعني قليل يدي من عليه. إذا المشكلة هنا بالأوفيسر، الضباط هذا مال الهاوس،
ومشكلة بالبرسونال، يعني دي تجي كلش مشاكل. الكيو ناخذ منه التوتال، ويتنج تايم، او التوتال ويتنج تايم اذا بدنا نشوف مع اخوين، هذا التايم اللي يطول حسب ان هذا شنو. هذا ايضا الانتيتي كين الناس، ويعني هو من تقرير من 2 إلى 7، يعني يمكن هنا نقدر نشوف تقارير السرة مثلا هذا، وطبعا يرسم وياه حلو في شيء حلو البزنس. هنا نكتفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبذلك يكون حلينا أسئلة الامتحان. وهذا الامتحان في تركيا، أعتقد اسطنبول والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.